السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم جاسم جمعة حمد العليلي من دولة الإمارات العربية المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم سالم جمعة حمد العليلي من دولة الإمارات العربية المتحدة. جيت إلى تايلاند للعلاج عن قرحة القدم سكر والقرقرينة. أنا توجهت إلى دولة تايلاند كمرافق لأخويا جاسم مصاب بجرح سكري، وكبداية يعني وأنا في الإمارات جتني الأعراض هذه وتقطعت ريولي، وجيت العلاج عن القرحة والقرقرينة. تقريبا كملت 6 شهور الحين والحمد لله تعافيت. كبداية جيت مستشفى قبل وتعالجت والحمد لله يعني شفت ريلي، ولكن بالأخير طلع يعني أول 3 شهور طلع عندي التهاب في العظام، وغيرت من المستشفى الأولي لأنه ما عندهم تخصص عظام، وجيت إلى مستشفى وش ثاني وتعالجت والحمد لله يعني في علاج وتقدم في العلاج والحمد لله ماشي. باقي يعني أيام بسيطة إن شاء الله ونروح لدولتنا الحبيبة. عرفت المستشفى وش ثاني أول ما قالوا لي إن عندك التهابات في العظم في المستشفى الأولي، انهم ما عندهم تخصص العظام. عرفته من السفاره، ما قصروا سفارتنا ما قصروا، ارشدوني وقالوا لي هذا المستشفى وش ثاني تخصص عظام، واجريت وجيت هنا واجريت الفحوصات فاكتشفوا عندي الالتهابات في العظم، وصلت معاهم وجيت المستشفى واخذت العلاج اللي هو مناسب لرجلي. إدارة المستشفى والدكاترة الحمد لله ما قصروا في العلاج، وعندهم معرفة وعندهم يعني الخبرة في العلاج بخصوص هالشيء، والمستشفى متخصص في علاج العمود الفقري وعظام والقرقرينة والشرايين. بالنسبة للدكاترة، بالنسبة للممرضين والممرضات والمترجمين، تعاون جيد بين المريض والتوصيل، يعني المترجمين يوصلون لك المعلومة للممرضين للدكاترة للإدارة، في تعاون يعني طيب. وبالنسبة للإدارة، بالنسبة للدكاترة، بالنسبة لهذا كله فيه تعاون، يعني حتى لو الدكتور هذا شو اسمه في دكتور ثاني يغطي على الدكتور الاولي، يعني كل بتخصصه، التخصص الاول قرقرينة، التخصص اوعية دموية، تخصص عظام، زين تخصص عظام، تخصص جراحة، تخصص قدم، كلهم موجودين مجتمعين في هذا المستشفى اللي هو مستشفى وش ثاني. وانصح اخواني واخواتي وكل من يوصل هذا الفيديو أول ما يبتدي في هذا الشيء يتجه للمستشفى على أساس العلاج، وإن شاء الله بيكون علاج جيد بإذن الله، وبالمستشفى يكون علاجه طيب. أنا أنصح كافة الدول العربية أو حتى لو كانت الأجنبية، يعني أنصحهم بالمستشفى هذا بالنسبة للعظام والعمود الفقري والقرقرينة والجروح السكرية في الرجل، أن كان في الرجل أو كان في الإيد، إن شاء الله بيكون يعني علاجهم موجود عند في المستشفى، مستشفى الوش ثاني. أحب أشكر المستشفى وش ثاني بالنسبة لإدارة ودكاترة وتعاون اللي هم يعني اجهدوا عليه
في علاج المرضى، والحمد لله يعني إدارتهم ودكاترتهم جيدين وممتازين بالنسبة للإدارة وبالنسبة للعلاج. والسفارة ما قصرت فينا، ودولتنا دولة الإمارات ما قصرت فينا، والحمد لله متابعة على أكمل وجه من ناحية الإدارة ومن ناحية التفاهم مع الإدارة ومعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سالم جمع حمد العليلي من دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا توجهت إلى دولة تايلاند كمرافق لأخويا جاسم مصاب بجرح سكري، وأول ما وصلت سووا لي 14 يوم حجر. من بعد الحجر خلصت توجهت إلى الطابق الثامن وين يسكن أخوي جاسم، والمكان اللي يتعالج فيه. وطبعا أنا شفت كل شيء عندهم من أول يوم ممتاز، كخدمات، كتقديم الطعام وتقديم العلاج، و نجمع كل شيء في مكان واحد أقول فيها يعني كل شيء ممتاز. الأمور العلاجية يأتي في نفس الوقت، يعني مثلا الساعة 8 الصبح متواجدين، الساعة 8 ما في مواعيد، يعني في أي وقت يجون ويعالجونك في غرفك، أو لك علاج في غرفة العمليات أو في غرفة الطبيب. هو مهم في نفس اليوم يسوي لك التبديل والنظافة، مثل ما عندكم بتشوفون كل شيء ممتاز. والله أنا الكلمة الحلوة اللي أبغي أوجهها للأخوة من دولة الإمارات أو دول الخليج أو دول العربية، تعالوا هذا المستشفى الوشتاني ما عليه ولا غلطة، وعلاجهم رقم واحد 100%. من بغيتهم من عظام علاج دموية وعلاج الجرح سكري والعلاج الغرغرينة رقم واحد. أوجه الشكر للإدارة، إدارة مستشفى الوشتاني اللي ما قصروا. أنا شفت العلاج كله في أخوي جاسم الصراحة، وين كان جاسم رقم واحد ولين رقم 100. الحمد لله والشكر، جاسم الحين من عقب العلاج يمشي يسولف ويأكل ويضحك، نفسية رقم واحد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.